حكم قضائي يلزم محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه لقناة عربية. قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوة رقم 188 لسنة 2018 تجاري كلي بإلزام الفنان محمد رمضان برد كل المبالغ التي تقاضاها من إحدى الشبكات الإعلامية العربية البالغة نحو 13 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد، وذلك نتيجة إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تلفزيونية لتذاع حصريا على قنوات تلك الشبكة. وأعلن المستشار ثروت عبد الشهيد محامي الشبكة الإعلامية في بيان أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه. وأشار عبد الشهيد إلى أن تلك الشبكة كانت سبق وتعاقدت مع الفنان محمد رمضان 5 أكتوبر 2016 على التفرغ لأداء 3 مسلسلات تلفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017-2019-2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية، إلى أن الفنان محمد رمضان أخل بالتزاماته التعاقدية على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم. وأكدت صحيفة الدعوة أنه طبقا للبند 9 من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدما بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة حياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا